طيب نطلع الان هلا من البي دي اف بقدر اطلع ايش اسمه السي دي اف. اذا اختصار البي دي اف هو اختصار للبروبابيلتي دنسيتي فانكشن بي دي اف. والبي دي اف بتاخذ كل فاريبل، اذا كان ديسكريت بتحط لهذا الفاريبل ايش احتمال انه يصير، اذا كان كونتينوس انا مضطر اعمل، طبعا مش شرط يكون خط مستقيم، كان ممكن هاي البروبابيلتي دنسيتي فانكشن هون تكون شكلها مثلا تضلها بين 0 و3 بس تكون مثلا بهذا الشكل. ايش هذا الشكل بيختلف عن هذا الشكل لو كانت هاي كمان 3؟ انه في احتمال اكبر ان احتمال ضعيف انها تكون القيم قريبه من الصفر او قريبه من، هلا هون برضه احتمالها تكون اكثر من 3 في هاي الرسمه 0 اقل ونيجاتيف كمان 0، لكن في احتمال اكبر انها تكون القيم متجمعه بالنص. هذا بيعطيني فكره انه احتمال اكبر للهاي في حين هذا يونيفورم او ريكتانجلر بي دي اف بنسميه يونيفورم لانه هون هذا خط مستقيم. طيب لو جينا طلعنا الان بفيدني اكثر من البروبابيلتي دنسيتي فانكشن. هلا البروبابيلتي دنسيتي فانكشن اللي هي حكينا عنها f of x رسمناها، هلا في شيء بهمني اكثر من f of x اللي هو f capital f of x، وكابيتال f of x هو البروبابيلتي انه الفاريبل x يكون اقل من او يساوي فاليو معين كابيتال x. فيعني هون لو اجينا احنا يعني هون انا عملت فانكشن جديده، الفانكشن الجديده مش نفس هاي، الفانكشن الجديده بتقول لي ايش احتمال انه x يكون اقل من او يساوي قيمه معينه. فلو اجينا طلعنا هون مثلا طبقناها هون، لو هون حطيت الخط 2 وهي كابيتال اكس بيساوي 2، ايش احتمال انه اكس يكون اقل من او يساوي 2؟ 2 على 3 مش هيك؟ شو احتمال يكون اقل من 1؟ ايش احتمال يكون اقل من او يساوي 0؟ ايش احتمال يكون اقل من او يساوي 3؟ اوكي ماشي. فصار عندي هون لاحظوا هون 1 وهون قديش؟ 0 وتغيرنا بينهم. كيف نكون تتوقع انه يكون تغيرنا بين الواحد والزيرو؟ كل واضح ليش هذا 0 هون؟ ايش احتمال يكون اقل من او يساوي 0؟ مستحيل. ايش احتمال يكون اقل من او يساوي 3؟ 1. ايش تتوقعوا هذا الفانكشن راح تكون شكلها بهاي الحاله؟ لينير، خط لينير اللي هي انتجريشن. فبصير عندي هذا من ماينس انفينيتي لكابيتال اكس اف اوف واي دي واي. ليش غيرت الفير؟ نعم تفضل. احنا بنحكي اقل او من او تساوي 3 بشكل عام ولا بنحكي من 0 ل 3؟ هلا من 0 ل 3 1، بس اقل او تساوي 3 ممكن يشمل السالب. بس ما هو السالب 0 بس مش 1. طيب ايش احتمال يكون اقل من او يساوي 3؟ 1. انا ما قلت لك انه هو بيساوي ماينس انفينيتي او بيساوي نيجاتيف نمبر. بس انا عم بيساوي، هلا احنا بنقول اقل او يساوي 3 فممكن يشمل السالب. ما راح يروح السالب. احنا لما بنسال السؤال ما عم نقول بالضبط قديش القيمه راح تكون. هلا الاكس لسه عم بتراوح بين 0 و3 مزبوط، عم بتراوح هو بين 0 و3. انت كونك قلت لي احتمال يكون اقل من 3 صحيح 1 مش هيك؟ لازم يكون اي فاليو بتاخده. هلا انا ما حكيت شيء ايش الرينج الفاليوز، بس انا بقول لو اكس يعني لو اكس قد ما اخذ فاليوز راح يضل ياخذ الفاليوز هاي مش هيك؟ فكوني قلت انه اقل من او 3 اقل من 3 يساوي 3 بيساوي 1 ما معناها اني قلت راح ياخذ نيجاتيف فاليوز. هذا وين بتوضح لي لما اسال اي سؤال؟ اقل من او يساوي 0 راح يطلع معي 0. لذلك انت لما ترسم رسمه السي دي اف الان راح تلاقي رسمه السي دي اف زي هيك، هذا 1 هذا 3 هذا 0 مزبوط. هي رسمه السي دي اف ولاحظ له فاليوز هون اقل من او يساوي 5 قديش راح يكون؟ 1. هل معنى لما اقول لك اقل من او يساوي 5 بيساوي 1 معناها ممكن يكون 4؟ لا لا مزبوط. امتى بدا يتغير؟ هلا هون له كونستنت فاليو، هون راح يضل 1 وهون راح يضل 0. وين بتغير القيمه تبعته؟ بين هذول القيم، القيم اللي فيها شيء اكتف لاكس مش هذا تكامل هذا؟ مزبوط؟ نعم ايوه يا عمرو. بس ما فهمتش ليش كونتينوس، ليش بيرجع للزيرو؟ ما برجع للزيرو لانه انت اسال السؤال هون عندي الاربعه ماشي؟ عندي الأربعة، لو جيت سألتك قلت لك شو احتمال هذا الفاريبل إكس يكون أقل من أو يساوي 4؟ هل هو زيرو؟ طب لو كان هو 1 مش بكون أقل من أو يساوي 4؟ إذا كان 1 أو أقل من، إذا كان 1.5 مش كل الفاليوز تبعت إكس بتحقق هذا الشرط؟ معناها يعني بالنسبة لأربعة، طب بالنسبة لناقص 3 لو جيت قلت لك شو احتمال يكون أقل من أو يساوي ناقص 3؟ زيرو. شو احتمال أقل من أو يساوي ناقص 2؟ زيرو. مش هيك؟ كل هدول الفاليوز زيرو، كل هدول الفاليوز واحد، فبضل هون لواحد ل بلس انفينيتي، وبضل هون زيرو ل ماينس انفينيتي. هل هذا رياضيا هو فعلا الانتجريشن تبع هاد صحيح؟ مزبوط؟ في حد عنده شك في هاي؟ ماشي. ايوه احنا بنحكي اقل من او تساوي، حكينا اربعه اكبر او تساوي، بنحكيش هيك كمان؟
احنا شوف تعريف الفانكشن واضح هي هون less than. هلا انت بدك تعملها more than بدها تنعكس كلها بدها تنقلب، بس احنا هون ثبتنا على x less than اشتغلنا على less than. مظبوط صحيح. وين هون قصدك؟ لا بس هنا بسأل سؤال مختلف. انت السؤال اللي نسأله هناك بنقول شو احتمال انه p x بتساوي 1.5 هذا بيساوي 0. هاي هون هاي اللي هون نفس الشيء رح تكون 0. انت بتسألي مقارنة بين هاي وهاي، هاي نفس الشيء رح تكون 0 لانه الفاريبل كونتينيوس. احنا لاحظوا احنا تحولنا على اليمنتوز لما انتم كنتوا صغار اول ما رحتوا على المدرسه ايش اول ارقام تعلمتوها؟ حتعلمكم الصفر؟ ما تعلمتوا الصفر، ايش اول ارقام بديتوا تحكوا فيها؟ 1 و2 و3 و4 ليش بنسميهم هدول؟ الانتجرز البوزيتيف انتجرز مظبوط؟ بوزيتيف انتجرز هي عندي هون بوزيتيف انتجرز. مفهوم الريل نمبر ما اعطوكم اياه لأخذ بعدين مظبوط؟ ايمتى تعلمت فكره الريل نمبر او الريل بوزيتيف نمبر؟ الريل نمبر فكره معقده مش سهله، لانه احنا هون بنفكر احنا دائما بنفكر بالانتجر بنفكر 1 2 3 4 بس الريل نمبر قديش عدد الارقام هائل اللي موجود بين اثنين هدول مش هيك؟ عدد الريل نمبرز البوزيتيف والنيجاتيف من ماينس انفينيتي لبلس انفينيتي عندي عدد هائل جدا من الارقام لانه صار ريل نمبر. بس لما انا عملت له انتجر لما عملته انتجر صار عدد الاعداد محدود في فتره زمنيه محدده. فنفس الشيء هون عندي عدد هائل من الاعداد هون سواء كونتينوس ما دام كونتينوس اذا احتمال انه يساوي قيمه معينه، لكن لاحظوا هون احتمال يكون اقل من او يساوي قيمه معينه بطل زيرو. اوكي هلا واي ايش هذا واي بنسميه؟ انا وين جبت واي؟ ايش اسمه هذا؟ عشان نغير شو بنسمي الفاريبل واي؟ دامي فاريبل بتخلص منه بيخلص عندي عشان ما اضلش اقول هون اكس واحط هون اكس، حطيت فاريبل ثاني واي ما بتفرق لو حطيت اف زد اوف دي زد او اف اكس او اف مثلا ار اوف دي ار نفس الشيء. فانا بعمل انتجريشن ل f of y من ماينس انفينيتي لانه احنا حكينا هون less than لحد الفاريبل x هذا بيساوي السي دي اف تبع x، فهذا بقول لي قديش احتمالها تكون اقل من او تساوي هذا الرقم. فلو اجينا مثلا خلينا ناخذ طبعا هذه راح تختلف في حاله الكونتينوس وفي حاله الديسكريت مظبوط؟ في حاله الكونتينوس ايش راح يصير الشكل تبع السي دي اف؟ لو كانت عندي كونتينوس بي دي اف زي هيك هاي البي دي اف تبعها ايش راح يصير السي دي اف؟ والسي دي اف ايش لازم يوصل دائما اخر شيء اخر قيمه له؟ واحد باي ديفينيشن لازم يبدا دائما فروم زيرو. المساحه هاي قديش لازم تكون دائما؟ وهذا هي واضح هون لاني لما عملت تكامل للمستطيل كله قديش صارت عندي هون؟ واحد. قديش هذا الارتفاع لازم يكون؟ اذا هذه زيرو وهذه اكس 1 هاي بتصير هون المساحه هي واحد على اكس 1، او اذا كانت هذه اكس 1 واكس 2 بتصير واحد على اكس 1 ماينس اكس 2. ليش؟ عشان ايش تصير المساحه؟ واحد. لانه اذا هذا الطول اكس 1 وهذا الطول واحد على اكس 1 قديش المساحه؟ واحد. اوكي اذا هذا الارتفاع دائما لازم يكون مساوي لواحد على القاعده هاي اللي موجوده هون. طيب اطلعوا لي هلا على الديسكريت فيربل، شو بصير في الديسكريت فيربل؟ نعم تحول ماشي لسميشن. اوكي كويس رح امحي هذا الجزء من هون او خليني ارسمها هون. نتطلع الان على هذا الجزء قديش الانتجريشن هلا هذا بي دي اف بروبابيلتي بتذكر البي دي اف بقول لي قديش بكون مساوي للقيمه هاي لو جيت حولتها الان لسي دي اف هون هي سي دي اف هون وراح انزل خطوط من هذول القيم بس خط انا منزل هون عشان اعرف وين اغير. هلا قبل هاي المنطقه قديش كان الانتجريشن؟ زيرو. اذا هون واضح انه هذه زيرو بس اخلص كل الانتجريشن باي ديفينيشن ايش لازم يصير القيمه؟ واحد. اذا هي هون خلينا نفترض انه هي الواحد من هون. هلا خليني ارفعها شوي الواحد. هلا شو بده يصير كل مره بمر عن هذا؟ قديش هذا عرضه للامبلس؟ لا عرضه زيرو. عرضه زيرو. قديش مساحته؟ انا لما بعمل انتجريشن شو عمالي باخذ؟ مساحه. هذا قديش بصير التغير بمساحه قديش؟ اذا قديش رح يرتفع الخط عندي هون؟ 1/6 رح يرتفع عندي هون 1/6 درج. درج هل هو درج واقف؟ مزبوط. ليش واقف؟ لانه عرض هاي قديش؟ زيرو. زيرو. بعدين ايش بصير عندي هون؟ 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6
مظبوط؟ هدول هلا هاي الفانكشن ايش بنسميها اللي بتكون هيك؟ اللي بيكون هذا واقف ووقوف، شو بنحكي عنها؟ discontinuous. اه مظبوط، متذكرين discontinuous؟ متذكرين حكينا عنها بالساين لما الساين فانكشن مظبوط؟ واضح هذا ليش واقف ووقوف؟ قديش الزمن اللي اخذه حتى تحرك من 0 ل 1 على 6؟ 0 لانه هاي عرضها 0. لو انها هذه دلتا بكون هذا مايل شوي دلتا، وهذه صارت السي دي اف. اذا هذه حولت انا السي دي اف تبع discrete random variable حولته لدرج، السي دي اف تبع continuous random variable بكون طبعا هو الانتجريشن حسب الخط اللي موجود هون، مش شرط دائما يكون هذا، راح يكون حسب الانتجريشن الموجوده هون. يعني لو كانت هذه هون تي لينير، ايش راح يكون الانتجريشن تبع تي؟ تي سكوير. اوكي ماشي.